الاخوان كيف ما كتشوفوا معانا، يعني هذا مو لافاج اغناه الله الاخوان، عثر بالصدفه على هذه الزربيه ملاوحه يعني في المزباله حاشاكم، شوفوا يعني حالتها كي دايره. ولكن من بعد الاخوان ما غادي ينظفها غادي يكتشف واحد يعني واحد تحفه فنيه، واحد اللوحه وراء هذا الغيص مرسوم على هذه الزربيه، مطبوعه على هذه الزربيه، واحد اللوحه اللي تقدر بملايين الدولارات الاخوان، واحد الشكل خرافي، واحد الشكل جميل بزاف. شوفوا معنا الشكل اللي مرسوم على هذه اللوحه الاخوان، شوفوا الوسخ، شوف إيه هذا الوسخ بزاف. يعني الاخوان اي واحد عمره كان كيظن وكان يتوقع بانه خلف يعني هذا الوسخ وهذا التراب وهذا الطين تكون هذه اللوحه جميله، ويعني يكون يعني الرزق ديال هذا السيد خلف يعني هذا في هذا الوسخ يكون. شوفوا معنا، شوف مازال الاخوان دابا المعالم ديال اللوحه راه مازال ما اتضحش دابا، لانه كيتكون يكون واحد السر في الاخير فهاد اللوحه، غادي نبارطاجيها معكم وغادي نقول لكم في الاخير هو السر بها غادي تعرفوا علاش هاد اللوحه ماشي يعني او هاد الزربيه يعني ماشي زربيه كباقي الزرابي، او علاش هاد الزربيه يعني تحفه فنيه. شوفوا معنا مازال يعني كيحكا هاد البرودوي، مازال كيحكا بهاد الشيتا، دابا قلبي على الجهه الاخرى الاخوان، خليكم معنا. وصراحة الإخوان السيد هاد السيد يضرب معايا تمن لحقاش هاز الزر يعني الوسخ بزاف والتراب بزاف، ولكن يعني التمر ديالو كيف ما كنقول ما مشاتش هباء منثورة، بل في الأخير غتشوفوا يعني مفاجأة ونتيجة ديال هاد السيد. هاي الصورة بلات كتضح شي شوية الإخوان، دابا راه شي شوية دابا مازال تشوفوا، هو زاد هاد البرودوي، هاي زاد يحكا الإخوان، شوفوا معنا، شوفوا على الشكل غادي يخرج الإخوان. وشنو يعني الجوهره وداك الشيء الثمين يعني لهز هذه اللوحه وهذه الزربيه في هذه الرسمه ديالها، يعني اللوحه فنيه خطيره الاخوان، جميله بزاف. يعني تحلفوا على هذه الزربيه، يعني ماشي زربيه منسوجه يعني يعني بالنسيج وبالصوف الى اخره، يعني زربيه رسمها فنان تشكيلي باليد ديالو وبالفرشاه ديالو بالصباغه ديالو. شوفوا معنا، شوفوا الديكور كي داير، شوفوا المنظر، ها هي السر اللي قلت لكم عليه الاخوان في الاول السر ها هو، فاش كتقلب اللوحه الاخوان يعني شكل اخر في الواجهه ديالها الشكل، فاش كتقلبها للجهه الاخرى ما كيتبدلش ليها الشكل، كيولي شكل اخر، يعني بحال نقولوا اللوحه ثلاثيه الابعاد الاخوان. وهنا كتكمن يعني القيمه والقيمه ديال هذه اللوحه. وفي الاخير الاخوان لا قلنا هذا السيد راه غناه الله، راه غناه الله بالصح بهذه اللوحه. تحيه لكم.